أهل العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي قبلنا قالوا أغبى واحد هو اللي يبيع أخرته بدنياه، واللي أغبى منه اللي يبيع أخرته بدنيا غيره. ويمكن سمعنا كتير جدا عن استغلال الدين في السياسة، لكن النهاردة غير كل يوم. النهاردة استغلال مش هيقدر كتاب التاريخ يتجاهلوه. شفنا اليومين اللي فاتوا مطبلاتية معرضين كتير للتطبيع، وشفنا أمثال وسيم يوسف اللي بيقول إنه داعية وغيره كمان. لكن الضربة النهاردة تيجي من مكة، من مكة المكرمة، من بيت الله الحرام، من على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ودي اللي كانت صدمة. اسمعوا يا حضرات، خطيب الحرم الراجل ده، اسمعوه وهو بيخطب عن حسن معاملة اليهود وعن السمع والطاعة للحاكم. نشوف عبد الرحمن السديسي وهو بيبدع في التعريض، نشوف كده. التوضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وعامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من زروعهم وثمارهم، وأحسن إلى جاره اليهودي مما كان سبباً في إسلامه. وهكذا في وقائع كثيرة متعددة أمة الإسلام. ومن أبرز معالم العقيدة الصحيحة المهمة وأسسها لزوم الجماعة وحسن السمع للإمام والطاعة، خلافاً لمنهج الخوارج المارقين والبغاة المقيتين والأحزاب الضالة وجماعات العنف المسلحة والطائفية البغيضة الذين يكفرون الولاة ويخرجون على الأئمة ويسفكون الدماء ولا يؤمنون إلا بالتفجير والتدمير. وقد توقع الغريب حضرات السادة المشاهدين، في الجماعة دول عاملين زي المثل المصري بيقول العيبة عدم لا مؤاخذة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. وفي وسط وصلة من أحط وصلات استغلال الدين والترويج للخيانة، عبد الرحمن السديسي مشغول بالجماعات والأحزاب المعترضة وبيشدد على الطاعة لولي الأمر. طبعا يقصد ولي الأمر هنا محمد بن سلمان، وطبعا أخوه في النجاسة محمد بن زايد، والشلة الساقطة تحت أقدام الصهاينة. لكن لحظة من فضلك، حد عنده رد على كلام عبد الرحمن السديسي؟ إيه المانع؟ الراجل استشهد بآيات وأحاديث عن الرسول عليه السلام ووقائع في السيرة، عندك رد؟ ما يمكن ده رأيه، ما يمكن هي دي العقيدة، ما يمكن الإسلام كده وإحنا فاهمين غلط. عايزين حد جامد قوي 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 يرد على عبد الرحمن السديسي. مين يقدر يواجع على الحجة بالحجة لعبد الرحمن السديسي؟ مين من غير ما يزعق ولا صوته يعلى يرد عليه ويفهمه غلطه؟ إحنا لقينا عالم كبير جدا يرد على السديسي نفسه، واحد من علماء الأمة هيرد عليك يا عبد الرحمن يا سديسي. العب كده. توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وعامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من زروعهم وثمارهم، وأحسن إلى جاره اليهودي مما كان سببا. معلش مدام سهير زكي، معلش مدام نجوى فؤاد، مدام سامية جمال، ممكن تاني تسمعيني القصعة اللي انت عملتيها تاني كده؟ ممكن نسمع الإبداعات بس الجزء ده تاني أرجوكم. بناء على طلب السادة اللي بيحبوا الرقص الشرقي، هنعرض لكم وصلة رقص شرقي لعبد الرحمن السديسي تاني. هي كده تاني لو سمحت.
صلى الله عليه وسلم مما زادت مشركة، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي وعامل يهود خيبر على 6 سنين. يا حضرات 6 سنين بس الدقن دي تحولت. 6 سنين من 2014 ل 2020، 6 سنين الكتكوت ده اتغير خالص. 6 سنين اكتشف فيهم عبد الرحمن السدوسي ان في قوم اسمهم اليهود. 6 سنين هنا بيدعو على اليهود المعتدين، وهنا بيثبت بالاحاديث ان الرسول عليه السلام تعامل مع اليهود. ايوه هو هو السدوسي، هو هو ابو دقن ليف بيرد على نفسه. ايوه انا الحقيقه هغني معاك لعبد الباسط حموده وانت ترقص يا عبد الرحمن. انا مش عارفني، انا تهت مني. يا سادة، استغلال السديسي لمنبر الحرم الشريف عشان يسوق للتطبيع والدعوة إلى طاعة الحكام القتلة، ده دليل جديد على أن مستقبل الإسلام في خطر في ظل الكهنة المعرضين من نوع عبد الرحمن السديسي. وده اللي أغضب الناس على السوشيال ميديا، والناس الحقيقة عملت على جتته حفلة. نسمع جزء منها كده على أو تغريدات. أهو خطبة السديسي من منبر الحرم تثير ردود فعل واسعة. مغردون يمهد للتطبيع مع إسرائيل. مش مهم يمهد للتطبيع، بعد 1000 عام عاد القرامتة. ده الدكتور حاكم المطيرين. السديسي من منبر الحرم المكي يخطب وحده بلا مصلين ويدعو للتطبيع ويحرض على قتل من يرفضه بدعوى الفكر الخارجي، وبيستشهد بالآية الكريمة. ده الدكتور حاكم المطيرين. الليث العاصي يقول لك هذا هو السديسي يدعو للتطبيع، كم خدعت الناس يا إمام الحرم، وتبين أنك من عبيد الحكام، ماذا ستقول لربك؟ لو محضر ما تقلقش. ألا يعلم السديسي إمام الحرم المكي أن الصهاينة محاربين معتدين مغتصبين، فكيف يتكلم عن السلم وحسن العلاقات؟ يا عم اسمعه، هو نفسه في 2014 كان بيتكلم على أنهم معتدين. وعشان الفجوة الحقيقة تظهر أكتر ويبان الفرق وتعرف الطريق، أن في الوقت اللي السديسي فيه حقيقة بيحتل الحرم المكي عشان يذيع منشور ابن سلمان وغيره من دعاه، من الدعاة الحقيقيين غيره بقى في السجون بتاع محمد بن سلمان بيعانوا، ولسه في موجة جديدة من الاعتقالات نفذها المجرم محمد بن سلمان. آدي الخبر أهو، تأكد لنا صدور حكم بالسجن مدة 3 سنوات و8 أشهر ضد الأستاذ الجامعي الدكتور خالد العجيمي، بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي وهو من معتقلي حملة سبتمبر 2017. دي حملة جديدة بقى، ده في معتقلين جداد. تأكد أن الدكتور عبد الله يقبع رهن الاعتقال التعسفي منذ شهر أغسطس الماضي. الدكتور هو أستاذ مشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز والأمين العام سابقا للهيئة العالمية للكتاب والسنة تأكد أن خبر اعتقال الدكتور سعود الأستاذ بجامعة الإمام وعميد كلية الشريعة بالرياض سابقا وقد تم اعتقاله نهاية شهر مارس الماضي. تأكد أن صدور حكم بالسجن مدة 5 سنوات الدكتور يوسف القاسم عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود وهم معتقل لحملة سبتمبر 2017. تأكد أن صدور حكم بالسجن مدة 3 سنوات ضد الشيخ أحمد الصوبان هو من معتقل لحملة سبتمبر 2017. دول يا حضرات حملة جديدة، والراجل الحقيقة شغال. دول اللي في السجون، دول اللي محمد بن سلمان مش عايز كلامهم ولا عايز يسمعهم، دول اللي قالوا لأ. أما السديسي وأمثاله كل حاجة مفتوحة قدامهم بالشرط المعروف، هتقول اللي احنا عايزينه أنت تمام. وده نموذج تاني. خلينا نشوف المغامسي بيحلل الغناء والموسيقى لولي أمر محمد بن سلمان بعد ما كان محرمها. نسمع كده. فإنه قد عرف تحريم الغناء من حديث آخر ما في البخاري معلق بصيغة الجزم، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يستخلون الحرة والحرير والخمرة والمعازف، فالحرك ناهي عن الزنا، والحرير محرم بالنص، والخمر محرم بالكتاب والسنة، والمعازف المراد بها الغناء. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الغناء بمع المعروف الآن المعهود لا ينبغي أن يرتاب أحد أو يشك فيه، يعني يتردد في كونه حراما. اعتبارا من اليوم هيئة التربية الآن بابها مفتوح لاستقبال العروض الحية للمقاهي والمطاعم والعزف الموسيقي والعروض الغنائية والكوميديا
وحركات خفة اليد. أخبرت على الشيخ الرئيس العام أو رئيس هيئة العامة للترفيه تحدث عن خطة جديدة في عام 2019 عن الترفيه، جمع في هذه الخطة ما بين الجانب الثقافي والجانب الديني. كيف تقرأ هذه الخطوة الجديدة شيخ صالح في توجه هيئة الترفيه الجديد إنجاز من التعبير فيه أنه جمعت ما بين الجانب الثقافي وأيضا الجانب الديني في مسابقاتها؟ وهذا الأمر تبقى يعني التجربة نفسها خير برهان على أن هذه الخطوة كانت خطوة موفقة، ويحمد لمعالي الأستاذ تركي هذه الخطوة. نشكر للهيئة هذا الطرح ونتمنى ما هو أكمل وأكبر وأكثر. دعمكم لمثل هذه الجهود شيخ صالح، بعض الجهود التي نشاهدها اليوم في المملكة من خطة 2030 وكذلك الخطة الجديدة في التحول، أنا أعتقد أن العلماء وأهل الدعوة والقائمين على الفكر هم مثل غيرهم يحملون في قلوبهم آمالا عظيمة على ما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في تبنيه لرؤية 2030، الاعتماد بعد الله جل وعلا على دعم سموه الكريم لكل فئات المجتمع في رؤية تواكب العصر ولا تهدم الشرع وتتطلع إلى المعالي. كل ذلك نحن يعني إذا صح نتكلم باسم العلماء نحن ما تستعجبش ما تستغربش، لكن في الصورة أو في الجهة الثانية عشان بس تعرف دول بيخدموا مين ماشيها بيخدموا. تعال اسمع ترامب بقى سيدهم الكبير وبيقول لك إن أسياد المشايخ دول وأمثالهم واللي هم بإيديهم الأمر مستنين إشارة أو صفقة عشان يركعوا تحت أقدام الصهاينة. ده اللي قاله ترامب. ترامب بيقول بالنص كده إنه في دول أهو عربية تسألنا متى سيأتي دورها لإعلان التطبيع مع العلاقات مع إسرائيل، متى منتظرين. أيوة، عايز تعرف مين الدول العربية دي؟ خد تصريح وزير خارجية السودان بيقول أمريكا حطت لنا إزالة من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع. وزير خارجية السودان الحقيقة واقف قدام بومبيو أهو كما يعني الطفل مستني بس. الخلاصة إن أبو منشار وأمثاله زي شيطان العرب محمد بن زايد وزي بلحة عبد الفتاح السيسي وغيره بيقدموا أسوأ نموذج لاستغلال الدين، مش بس للأغراض السياسية أو للبقاء في الحكم زي ما قال سعود كانوا بيعملوا قبل كده. المرة دي الحقيقة خلوا الدين نفسه وسيلة للخيانة وإسقاط كل مقدس أو حق، خلوا الدين نفسه عار بيبرر السرقة والنهب والقتل والتطبيع. يا حضرات، يبدو أن فلسطين بقت أندلس جديدة، بقينا نعيش عصر ملوك الطوائف وشيوخ الطوائف. وفي الوقت ده بقى تيجي صرخة فاروق جويدة لما قال العار يصرخ في دمانا لا تتركوا الأوطان أرضا مستباحة، الأرض تعرف من يحب ترابها، الأرض تعرف من يحب ترابها، الأرض تعرف من يبيع كنوزها، الأرض تعرف صدقوني من يصون ومن يفرط ومن يلوث عرضها. ماذا نقول غدا؟ ماذا سنحكي عندما تتكسر الصلوات في أرجاء مسجدنا الحزين؟ أنا أقول بعنا الأرض، أنا أقول خن العهد، الأرض ملكا للصغار القادمين مع الصباح، لا تتركوها للصغار وليمة مسمومة، لا تتركوها جثة خرساء تسبح في الجراح. الأرض ليست ملك جيل يستبيح الصبح في أرجائها يبيع فيها ما يبيع وليس يسأله أحد. ستجيء أجيال وأجيال تحاسبنا، تصرخ في ظلام قبورنا، لم تتركوا شيئا لنا، لم تتركوا شيئا لنا.